اهلا بكم طلاب الصف الثالث الاعدادي. النهارده ان شاء الله هناخد درس جديد، هو الدرس الخامس في الوحده الثالثه، ثورتين 25 يناير و30 يونيو 2013. هنتكلم الاول على ثوره 25 يناير 2011، وتعتبر ثوره 25 يناير 2011 من الثورات الفريده في التاريخ المصري الحديث والمعاصر. ليه؟ بما تفسر. تعتبر ثورة 25 يناير من الثورات الفريدة في التاريخ المصري الحديث والمعاصر. ليه؟ الإجابة لأن ساهمت التكنولوجيا المتطورة لوسائل الاتصال مثل إيه؟ مثل الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيرها، ساهمت في اندلاع هذه الثورة، في اندلاع ثورة 25 يناير لتشمل شتى أنحاء البلاد. يبقى عرفنا ليه بتعد ثورة 25 يناير من الثورات الفريدة ليه؟ التاريخ المصري الحديث والمعاصر. تمام. لم تكن ثورة 25 يناير 2011 وليدة هذا التاريخ يا شباب، بل كانت هناك حركات سياسية احتجاجية سبقتها ومهدت لها. يعني قبل كام الثورة كان في حركات سياسية احتجاجية معايا قبل الثورة. أسباب وعوامل كام ثورة 25 يناير 2011. أول سبب يا شباب تدهور الأوضاع الاقتصادية، تدهور الأوضاع الاقتصادية. طب بسبب إيه تدهور الأوضاع الاقتصادية؟ بسبب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية. يبقى أول سبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. طب ليه تدهورت الأوضاع الاقتصادية قبل ثورة 25 يناير؟ بسبب اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية. اتنين، تطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة. ما المقصود بالخصخصة كده؟ ده مفهوم مش عليه، بس يعني كمعلومة تعرفها. بيقصد بيه أولاد التحول، الخصخصة بيقصد بيها التحول من الاعتماد على القطاع العام إلى القطاع الخاص، التحول من الاعتماد على القطاع العام إلى القطاع الخاص، سواء ملكية أو إدارة أولاد، وإعطاء دور فعال للقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية بالمجتمع. ده مهم الخصخصة بشكل عام. طيب التطبيق الغير سليم لنظام الخصخصة، تم بيع يا أولاد مؤسسات الدولة بأقل من سعرها الحقيقي لصالح فئة معينة من رجال الأعمال. ده أدى لإيه؟ أدى لارتفاع الأسعار وخروج آلاف العاملين بنظام التقاعد المبكر وانضمامهم لصفوف البطالة من الشباب في وقفات احتجاجية. يبقى ما النتائج مترتبة على التطبيق الغير سليم لنظام الخصخصة؟ تم بيع مؤسسات الدولة بأقل من سعرها الحقيقي لصالح فئة معينة من رجال الأعمال، ده أدى لارتفاع الأسعار وتجمع آلاف العاملين بعد خروجهم من نظام التقاعد المبكر وانضمامهم لصفوف البطالة من الشباب في وقفات احتجاجية. يبقى أول سبب قلنا تدهور الأوضاع الاقتصادية. إيه تاني؟ سوء الأوضاع الاجتماعية. يبقى تاني سبب في قيام الثورة سوء الأوضاع الاجتماعية. طب ليه سيئة الأوضاع الاجتماعية؟ بسبب زيادة الفوارق الاجتماعية، بسبب زيادة الفوارق الاجتماعية بين الطبقات، في فوارق اجتماعية بين الطبقات. اتنين، غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات، ما كانش في عدالة اجتماعية في توزيع الثروات. يبقى ممكن يجي لنا سؤال متفسر، ليه سيئة الأوضاع الاجتماعية قبل ثورة 25 يناير؟ بسبب زيادة، الإجابة بسبب زيادة الفوارق الاجتماعية بين الطبقات. اتنين، غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات. طيب تاني سبب في قيام الثورة، تدهور الأحوال الصحية والخدمية والتعليمية، تدهور الأحوال الصحية والخدمية والتعليمية. أربعة، استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ أن تولى الرئيس مبارك الحكم في أكتوبر 81. باختصار كده يا ولاد، إيه قانون الطوارئ دوت؟ كمعلومة ليك، القانون ده يا ولاد بيضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أوقات معينة، القبض على المجتمع بهم أولاد أو الخاطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. يبقى عرفنا إيه أسباب وعوامل قيام ثورة 25 يناير تاني، سوء الأوضاع الاقتصادية، سوء الأوضاع الاجتماعية، غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات، تدهور الأحوال الصحية،
والخدمية والتعليمية استمرار العمل بقانون ايه الطوارئ منذ ان تولى الرئيس مبارك الحق. وفي سبب خامس اولاد تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010 حيث حصل الحزب الوطني الحاكم على نسبة 97% من المقاعد، وبكده خلى المجلس من وجود اي معارضة وطنية تذكر. يبقى عندنا خمس اسباب عوامل ادت لقيام ثورة 25 يناير. تاني، سوء الاوضاع الاقتصادية، سوء الاوضاع الاجتماعية، سوء الاحوال الصحية والخدمية والتعليمية، استمرار العمل بقانون الطوارئ، تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010 حيث حصل الحزب الوطني على كام ولاد الحاكم على 97% من مقاعد المجلس، وبكده خلى المجلس من وجود اي معارضة وطنية ايه تذكر. هنتكلم على احداث وقوع ثورة 25 يناير 2011. تطورت الاحداث يا شباب في ثورة 25 يناير تطورا سريعا، ده ادى لنجاح الثورة، حيث اختار الشباب الثورة يوم 25 يناير 2011 هيكون يوم اليوم ده تولد بداية لاحتجاج والتظاهر السلمي، واتخذوا من الميادين العامة بالقاهرة والاسكندرية والسويس والمنصورة. معايا شباب زي بلاد التحرير في القاهرة، اتخذوا من الميادين العامة اماكن للتظاهر، واستمرت الثورة 18 يوم. تعبر الأولاد عن مطالبها بأشكال وصور مختلفة. حدث خلالها أحداث كثيرة، أهمها إيه؟ أهم الأحداث اللي حدثت الأولاد، حدث اضطراب أمني شديد فشكل المجتمع المصري بكل فئاته الأولاد معارف باللجان الشعبية في الشوارع والحارات والميادين. يبقى بسبب إن في اضطراب أمني شديد الشعب المصري هيعمل إيه؟ شكل اللجان الشعبية. ليه الهدف منها يا ولاد؟ حماية المنشآت والمناطق المحيطة بها، مواجهة أعمال السرقة والحركة والترويع. يبقى الشعب المصري هيشكل اللجان الشعبية ليه؟ عشان يحمي المنشآت والمناطق المحيطة بها، مواجهة أعمال السرقة، كان في أعمال سرقة وحركة وترويع. هيتم الاستعانة بالقوات المسلحة المصرية يا شباب من أجل إيه؟ من أجل حماية وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، المحافظة على أمن المواطنين. يبقى بما تفسر ليه تم الاستعانة بالقوات المسلحة المصرية للمحافظة على أمن المواطنين وحماية الممتلكات وتأمين الممتلكات العامة والخاصة. سعى نظام مبارك يا شباب لامتصاص حماس الجماهير الغاضبة، إن هو يحقق بعض المطالب، يقوم بإجراء بعض التغييرات، منها أولاد تفويض صلاحيات رئيس الجمهورية إلى نائب الرئيس وتشكيل حكومة جديدة. لكن لم يمنع هذا أولاد من استمرار المظاهرات التي طلبت بإسقاط رأس النظام ورحيله. لكن رغم كده أولاد استمرت المظاهرات اللي طلبت بإسقاط رأس النظام ورحيله. وتخلى الرئيس الأسبق مبارك عن الرئاسة في 11 فبراير 2011، وتم تسليم إدارة شؤون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وخرجت الملايين من الجماهير تحتفل بهذا الحدث التاريخي. أثبتت يا شباب أحداث وقوع الثورة مدى إصرار الشعب المصري على الاستمرار بتحقيق مطالبه، إن الجيش المصري هو قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع المتظاهرين وإجهاض الثورة. هنتكلم على ثورة بقى 30 يونيو 2013. هنتكلم على مقدمات ثورة 30 يونيو. تولى محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الحكم نتيجة فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012. لم تحقق السياسات الجديدة للدولة يا شباب حلولا لمشكلات غالبية الشعب المصري، وخاصة العدالة الاجتماعية واستمرار سوء الأحوال الاقتصادية. يبقى مقدمات الثورة أولاً، يتولى محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الحكم نتيجة فوزه في انتخابات الرئاسة عام 2012. لم تحقق السياسات الجديدة للدولة حلول مشكلات غالبية الشعب المصري. ايه المشكلات؟ اللي هي
العدالة الاجتماعية واستمرار سوء الأحوال الاقتصادية، أحداث الثورة ثورة 30 يونيو، تدخلت القوات المسلحة المصرية نتيجة تطور الأحداث وحفاظها على الأمن العام للدولة، أعلنت بيان في 23 يونيو 2013 ووضحت فيه إن المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة تجاه الشعب تحتم التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية. يبقى نتيجة تطور الأحداث أولاد وحفاظها على الأمن العام للدولة، القوات المسلحة تتدخل وتعلن بيان 23 يونيو بتقول فيه إن المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة تجاه الشعب بتحتم التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية، ودعت القوات المسلحة لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها خلال أسبوع. رفض الرئيس الأسبق محمد مرسي الموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، رفض أن يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وكذلك رفضت المعارضة دعوته إلى الحوار. خرج جميع الشعب يا شباب في أعدادها إلى للشوارع والميادين في ثورة جديدة يوم 30 يونيو 2013 للتعبير عن رأيها في التغيير. نتائج ثورة 30 يونيو: تم عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 وتسلم السلطة أولاد المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا لحين إجراء انتخابات رئاسية وتعديل دستور 2012. يبقى نتائج الثورة تاني: تم عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 وتسليم السلطة لمين؟ للمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا لحين إجراء انتخابات رئاسية وتعديل دستور 2012. دستور جديد في 2014 في يناير 2014 وجرت انتخابات الرئاسة وفاز المرشح عبد الفتاح السيسي. وبذلك بدأت مصر فترة جديدة من تاريخها يتطلع فيها الشعب لتحقيق طموحاته في تطبيق الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء والتقدم والتنمية. وبكده نكون قد انتهينا من درس اليوم، مع أطيب أمنية القلبية للنجاح والتفوق. وإلى اللقاء.